في الثانية. في معلومات عن كأس مصر المؤجل لحد دلوقتي؟ اللي فات؟ اه لسه ما كملش. في معلومات خلاص عندك؟ الموضوع انتهى. يعني انتهى؟ اه الموضوع منتهي. وكأس هو الرابطة بقى كلامهم كده ايه؟ ايوه كأس هم الرابطة قالوا انه هيتلعب؟ خلاص كأس ايوه الرابطة ازاي دي قصة دي بقى تانية. بطولة، دي انت بطولة بتقول انتهى. اه البطولة بطولة اتحاد الكرة هو بينظمها. خلاص الموضوع اتقفل، والامور بتاعت المدير الفني لما جه وقال انا عايز العب الدوري ما العبش كاس مصر، انا مش عارف ازاي مدير فني يجي من بلده النهارده بالليل يقوم بكره يقول انا لا دي عايز قصه بقى دوري انا بنقعد فيها. لا لا فالدنيا لا دي الموضوع ده طب كده لازم نلغي الجديد يتفتح بشكل ونلعب القديم. اه دي غريبه. لا وكاس عشان نوفر وقت اكتر. اه لا دي غريبه لا كاس شويه. الرابطه ده موضوع تاني مع رابطه النقاد الرياضيين، مع رابطه قصدي الدوري المصري، فرابطه الانديه. ف للاسف وقتنا خلص سريعا. بشكر النقد الرياضي الاستاذ هاني عبد النبي، الف شكر. شكرا جزيلا جدا ليك يا كابتن، وسعيد ان كنت معاك النهارده. والنقد الرياضي الاستاذ محمد عطله، شكرا يا كابتن، بحب اكون موجود مع حضرتك وفرصه منورين دايما. شكرا شكرا يا شباب.